نروح لرسالة أخرى ونظرية أخرى، وهي نظرية المؤامرة اللي البعض ساعات بيزعل جدا لما بتتقال له. الحقيقة نظرية المؤامرة بتبقى خاضعة لشيء غير طبيعي أو شيء غير ملموس بيعيقك عن تحقيق النجاح. البعض بيفشل في تحقيق أي نجاحات فيبدأ يوجه الاتهامات والأشياء الغريبة والمريبة لنجاحات النادي الأهلي، ودايما يقول أو يزعل من لما نقول له هي دي نظرية مؤامرة. نشوف الفيديو ده عشان نرجع نعقب. سمت احتمال ما ان ممكن يكون فعلا في حاجه. يعني لما اشوف جون حسن شحاته، من حقي كبني ادم عاقل بيفكر افترض ان في 1%، مش هقول الحكم ده فاسد ولا الحكم ده تم الحصول على رشوه، لا الحكم ده مضغوط، او يعني مضغوط خايف من العقاب، خايف ان هو لو عدى الجون ده كده، فاهم قصدي؟ يعني دي اقل حاجه، دي برضو غلط. يعني في النهايه لما حد يقول لي ده ما ده مش مؤامره، لا هي مؤامره من الشخص ده في النهايه، انه تدخل بشكل المفترض ان قراره بعيد عن خطأ البشري العادي. خليني اقول ان انا ضد اطلاق اي راي على فكره ان انت لما يكون عندك وجهه نظر اقول عليها نظريه مؤامره، لكن البعض لما يقول اصل دي بطولات جايه بالكوتا فلازم نقول لك لا دي نظريه مؤامره. لما يكون رئيس نادي الزمالك هو رئيس الاتحاد ووكيل الاتحاد لمده 30 سنه ونفس نسبه البطولات بين الاهلي والزمالك هي والتسيد للنادي الاهلي، فاعتقد دي مش مؤامره. لما يكون رئيس اتحاد كره القدم اخو رئيس نادي الزمالك في فتره اخرى ويكون ايضا نسبه النادي الاهلي في تحقيق البطولات هي نفس النسبه الحاليه، فاعتقد ده مش مؤامره. لما يكون كمان في فتره الثمانينات والتسعينات رئيس نادي الزمالك ايضا هو رئيس الاتحاد والنادي الاهلي بيحقق نفس نسبه البطولات، فاعتقد دي مش مؤامره. اما فكره ان انت تقول على حكم ان هو كان مضغوط فبالتالي اعتقد لازم نقول لك ان دي نظريه المؤامره المبنيه على اما الجهل بالمعلومه او تجاهل المعلومه، وبالتالي لازم نوضح لك المعلومه. وانت هنا هتبقى بعد كده لو رددتها بشكل متعمد يبقى انت تستحق يتقال عليك ان دي نظريه مؤامره، لكن لو خلاص عرفت المعلومه السليمه وتجاهلت بعد كده فكرة ان ده كان مضغوط اعتقد الوضع هيختلف معاك. عندك كتير من حسن الظن، لان البعض راس ماله كله هو في جعبته بعض الحكاوي والسرد عن المؤامرات واللي كسبته بتتصدق فبيرددها، مستحيل يغير منهجه. ولكن على فرض ان احنا نرد على الفرضية الجدلية اللي اتقالت، نفرض ولو بنسبة 1% ان الحكم مضغوط، ما تيجي نفند كمان 1% دي ونثبت ان هي وهم عشان ترداد الموضوع زي ما انت قلت وتكراره، يبقى ما هو الا محاولة لتسكين الجمهور وترديد اكاذيب. نطلع ونشوف 1% بتاعة الحكم كان مضغوط فعلا حصلت ولا لا. نطلع ونشوف الفيديو. عايز اقولك ان الكابتن لغاية 3 سنين فاتوا كان مقتنع 100% ان هو قرار سليم. ما شافش الكرة فيديو بعد كده؟ لا 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 لا، ولا هو بيتفرج ولا هو في دماغه انا قراري سليم انا الصح الموضوع انتهى. من 3 سنين بس؟ من 3 سنين. على فكرة كابتن عبد الرؤوف عبد العزيز كان زملكاوي. ده باعتراف الكابتن حسن يعني شحاتة واضح. كان باعترافه ان هو زملكاوي، والأهم بقى اعتراف كابتن حسن شحاتة ان نظرية المؤامرة على لسان رمز البعض هو بيؤمن بيها وهو بيكررها وهو بنرد له حتى في 1% اللي بيمتلكه منها. شفت بقى ان حتى 1% انت لا تملكه؟ إذن باعتراف الكابتن ياسر عبد الرؤوف بيتكلم عن والده اللي كان حامل الرايه اللي تجاهل احتساب التسلل اللي تجاهل احتساب الهدف للكابتن حسن شحاته، بيقول ان هو ما كانش يعرف وكان مصدق ان هي جول. اتمنى تساله الكابتن ياسر عبد الرؤوف، هو زميل في القناه. عندنا موضوع تاني بيؤكد فكره ان انت دايما بتقول الموضوع عن جهل بالمعلومة. نطلع نشوف الفيديو ده عشان عندنا التعقيب عليه مهم جدا. انا عايز اقول لك ان انت بتتري على الزمالكاوي ان هو عنده نظرية مؤامرة. الزمالكاوي ما افترضش قبل كده انه او ما شاورش بعلامة الرشوة يعني او قبل كده لمجرد انه على حد وصفك الحكم بحجم الماتش. يعني الزمالكاوي اللي هو بتاع نظرية المؤامرة ده اللي انت دايما بتوصمه بأمر انت نفسك بتعمله، ما وصلش لهذا التطرف في افتراض نظرية المؤامرة لمجرد حكم حجم الماتش. انت حكم يعني شهرت بيه في سنة على مدار سنين وشاورت عليه بالرشوة بعد فاينل، وفي النهاية ده فعل يصدر من اشخاص بيوصموا اخرين غير قرار تحكيمي او خطأ تحكيمي ميجور.
هو اللي هو يعني هو في كوره في كوره واحده كانت لمؤمن زكريا اتلعبت واتلغى بس ما دخلتش جون يعني الحكم صفر قبلها دي الكوره الوحيده مع ذلك اصلا هو النظريه دايما بتقول ايه الحكم حجم الماتش. جميل جدا الكلام يكون طالع من الضيف وبيلقى الدعم والقبول من مقدم البرنامج اللي بيحط معيار الحكم هو ان انت يكون عندك اخطاء تحكيميه فادحه زي ركله جزاء او تسلل واضح جدا تم الغاءه او هدف تم الغاءه وتجاهله تماما فكره الحكم اللي بيكتف المباراه. قال له الحكم ما فيش حد عندنا بيقول الحكم بيحجم الماتش ما فيش حد عنده نظريه المؤامره. انا كان نفسي عفيفي يعمل له كات لان احنا لما نطلع ونشوف راي عفيفي في الحكم اللي بيحجم المباراه هنكتشف ان ببساطه الشخص اللي كان بيحكي ان هو مش موجود عنده قاعد قدامه. نطلع ونشوف الفيديو. محتاجين نسال نفسنا شويه اسئله. هل الحكم ظلم الزمالك؟ الاجابه طبعا. انا ما عنديش مشكله نلبس جون حتى بضربه جزاء غير صحيحه او اوفسايد ما هوش اوفسايد او اي قرار عكسي، لكن اكمل الماتش في اجواء عادله تديني فرصه اعوض. لكن اسوا انواع الظلم اني كحكم اسدها في وشك، مش هتكسب ولا حتى هتتعادل. كل كوره هتتضرب مش هحسب لك، وكل كوره هتستخلصها من الخصم هحسبها عليك. هخلي الكوره دايما في اتجاه مرماك وهديك انذارات تكتفك وهعامل لعيبتك بشكل قذر ومش هكمل لك حتى الوقت الضايع. حد يحط مقدم البرنامج اللي مستضيفه في موقف زي ده؟ ما ينفعش. مقدم البرنامج نفسه يحط نفسه في موقف زي ده؟ السؤال اللي دايما بيطرحه انت مين في دول؟ لكن انت بتتكلم عن حكم حجم المباراه وانت شايف دلوقتي ان الحكم اللي حجم المباراه ده اصعب بكتير بالنسبه لك من حكم يحسب ركله جزاء ونخلص، وبتتكلم عن اشاره الرشوه. طب انت فاكر اشاره الرشوه اللي هنعرضها دلوقتي دي او اشاره الماده في مباراه تم احتساب ركلتين جزاء واحده منهم تقريبا من خارج المنطقه لنادي الزمالك بس الكابتن عبد الحليم علي لان النتيجه كانت رباعيه فطبعا كان عنده مشكله. دي بقى ضربه جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي في المباراه اللي الكابتن عبد الحليم علي بيشاور فيها قبل الاشاره كمان. طبعا دي قبل الاشاره، احنا كله جايبين قبل الاشاره، احنا بنستف ورقنا سيدي الفاضل. احنا ما بنقولش حاجات تتمسك علينا او نليام جايبينها لك انت بعد كده تبقى مشكله. ليه بقى؟ لان احنا دايما عندنا المعلومه. دي برضو قبل الاشاره واحتسبت ركله جزاء. دي لمسة يد من خارج ال 18 اساسا وكرة من خارج ال 18 احتسبت ركلة جزاء على النادي الاهلي، ومع ذلك الكابتن عبد الحليم علي كان شايف حكم المباراة دي هو حكم بيشاور بعلامة الفلوس. ما لهاش غير معنى واحد طبعا. يا عم خلاص فاهمني؟ فالموضوع بنتكلم في نقطة مهمة جدا، احنا بنجيب هنا اللقطات واضحة بشكل كبير جدا ان هي ولقطات فيها اخطاء تحكيميه لصالح نادي الزمالك وركلتين جزاء لصالح نادي الزمالك، والكابتن عبد الحليم علي ما كانش عاجبه النتيجه فمش لاقي اي مبرر غير انه يعمل اشاره، وزعلانين ان احنا بنتكلم عن حكم حجم المباراه في مباراه نهائي افريقيا. الاشاره داخل الملعب كانت واضحه والموقف كان واضح، وتبقى المؤامرات اللي في كل مره هيكون الرد عليها واضح والرد عليها صريح، وما عندناش مشكلة البعض يقول مؤامرات لأن احنا جاهزين ان احنا نرد عليها ونثبت ان هي في خيالك انت فقط. نشوفكم الحلقة الجاية.